ازيكم السنة الرابعة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد آخر وحدة عندنا اللي هي الوحدة الرابعة، ووحدتنا بعنوان مظاهر الحضارة المصرية القديمة. في الوحدة دي هنتكلم على 4 دروس. أول نظام هنتكلم على الحياة السياسية أو النظام الحكمي، تاني درس هنتكلم على الحياة الدينية، والدرس الثالث الحياة الاجتماعية، وآخر درس الحياة الاقتصادية. يعني بمعنى أصح هنتكلم على شكل نظام الحكم عندهم كان ماشي إزاي، وحياتهم الاجتماعية كانت علاقتهم ببعض عاملة ازاي، وحياتهم الاقتصادية ايه اهم الوظائف اللي كانوا بيشتغلوا فيها، وهنتكلم على الحياة الدينية واهم الآلهة اللي كانت موجودة في مصر القديمة. في معلومة حابة فكرت بيها، كنا اتكلمنا عنها في الترم الاولاني، ان الشعب المصري كان اول شعب يحقق الوحدة، وان اول ما حصلت الوحدة على يد الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد، تأسست اول اسرة حاكمة كان هو الحاكم عليها، ومن بعديه بقى يجي ملوك تانية تحكم مصر وتحافظ على الوحدة دي. فأول جزئية عندنا بيجي لي سؤال، ما النتائج المترتبة على قيام الوحدة في مصر القديمة؟ لما الوحدة قامت اللي هي سنة 3200، إيه اللي حصل؟ إقامة نظام حكم، حصل إن بقى فيه نظام بيحكم مصر. طب ما إيه النتائج اللي ترتبط إن بقى عندي نظام بيحكم مصر؟ بقى الحاكم اللي هو الفرعون بكل الدرجات اللي من تحتيه هدفهم حاجة واحدة، ان هم يحافظوا على استقرار البلاد، والحفاظ على وحدة البلاد اللي حصلت، والحفاظ على النظام والقوانين. يبقى ما النتائج اللي ترتبت على الوحدة؟ إقامة نظام حكم. طب ما النتائج اللي ترتبت على إقامة نظام حكم؟ أدى إلى استقرار البلاد والحفاظ على وحدتها والحفاظ على النظام والقوانين. دلوقتي يا ولاد هنتكلم على نظام الحكم في مصر القديمة، ترتيبهم مين كان الأول ومين اللي يليه ومين اللي يليه. أعلى حد في الهرم الإداري اللي كان بيحكم مصر كان الفرعون أو الملك. كان الفرعون في حد بيساعده كان اسمه الوزير. الوزير ده اللي هو في وقتنا الحالي زي رئيس الوزراء. والوزير كان فيه ناس بتساعده اللي هم اسمهم الحكومة المركزية. الحكومة المركزية في وقتنا الحالي يا ولاد اللي هم الوزراء. والحكومة المركزية كان في ناس بتساعدها اسمهم حكام الأقاليم. وآخر حاجة وأهم حاجة من وجهة نظري اللي هو الجيش اللي كان بيحافظ على وحدة البلاد. يبقى لو جينا قسمنا نظام الحكم في مصر القديمة هنلاقيه إن هو متقسم ل5 درجات: الفرعون، وزير، حكومة مركزية، حكام الأقاليم، والجيش. تعالوا نتكلم دلوقتي على كل واحد فيهم ونتكلم على أهم المهام بتاعته. أول حد هتكلم عنه كان الفرعون، والفرعون ده كان ليه مكانة كبيرة جدا في مصر القديمة. كان المصريين القدماء بيسموه بيعتبروه ابن الإله على الأرض. كانوا بيعتبروا إن كلمته وإن أوامره منفذة وهو بمثابة ابن الإله على الأرض. طيب الفرعون كان هو الحاكم الفعلي للبلاد، هو اللي بيحكم فعليا، وفي يده تتركز كل السلطات. طيب تعالوا نعرف المسؤوليات بتاعته كانت ايه. مسؤولياته كانت إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، كان بيدير شؤون البلاد كلها ويدافع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، كان بيهتم جدا ان يبقى فيه عدالة بين الناس. آخر حاجة بناء المعابد، المعابد يا ولاد اللي هي الأماكن اللي كانوا بيصلوا فيها، كان بيبنيها علشان الناس تقيم الشعائر الدينية عشان يعملوا الصلوات بتاعتهم. يبقى لو جينا قسمنا مهام الفرعون هنلاقيها 3 حاجات: إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية. كان بيساعد الفرعون الوزير، والوزير ده كان بيتم اختياره بدقة جدا، وكان يبقى لازم انه يبقى فيه مواصفات ما بيتنازلش عنها، ان هو يكون حكيم ويكون عادل ويكون صادق. كل المواصفات الحلوة لازم تكون متوفرة فيه علشان يضمن ان هو يحقق العدالة بين الناس. طب اهم مهام الوزير كانت ايه؟ اهم مهام الوزير يا ولاد كان بيساعد الملك في ادارة شؤون البلاد. يبقى اول حاجة عنده كان بيساعد الملك او الفرعون في ادارة شؤون البلاد. تاني حاجة كان بيرقص حاجة اسمها الحكومة المركزية، كان اعلى حاجة، كان اعلى من الحكومة المركزية، هو الرئيس بتاعهم اللي بيدير شؤونهم. يبقى مهام الوزير يساعد الملك في إدارة شؤون البلاد ويرأس الحكومة المركزية. طب تعالوا نعرف مين هي الحكومة المركزية. رقم 3 يا ولاد عندي الحكومة المركزية. الحكومة المركزية في وقتنا الحالي اللي هم الوزراء.
كان مهامهم ان هم تعاون الوزير في شؤون الحكم، كانت بتساعد الوزير في اداره شؤون الحكم. طيب هنقول ان الحكومه المركزيه قديما كانت تتكون من رؤساء الادارات، يعني كان فيها منقسمه لمجموعه من الادارات، وركز جدا على كلمه ادارات لان بتيجي اكمل وخطوه. الحكومه المركزيه قديما تتكون من رؤساء الادارات، يعني زي الوزراء كده. طيب الحكومه المركزيه دي كانت متقسمه عندي مثلا زي اداره الزراعه اللي هي دلوقتي وزاره الزراعه، وكان عندي حاجه ثانيه اسمها اداره الصناعه اللي هي حاليا وزاره الصناعه، وعندي برضو اداره التجاره اللي هي حاليا وزاره التجاره. يبقى الحكومه المركزيه كانت بتعاون الوزير في الحكم، وكانت تنقسم وتتكون من رؤساء الادارات. من اهم الادارات اللي كانت موجوده في مصر القديمه اداره الزراعه واداره الصناعه واداره التجاره. لو جينا نتكلم على رقم 4 في نظام الحكم هنلاقيهم هم حكام الاقاليم. حكام الاقاليم اللي هم زي المحافظين حاليا، اهم مسؤوليتهم ايه؟ مراعاه شؤون الاقليم، يراعوا شؤون الاقليم بتاعهم، توفير الخدمات للسكان ان هو يوفروا الخدمات اللي محتاجها السكان الموجودين في الاقليم، حفظ الامن في الاقليم. يبقى مسؤولياتهم 3: مراعاه شؤون الاقليم، توفير الخدمات للسكان، حفظ الامن في الاقليم. لو جينا نتكلم على اخر حاجه خالص هنلاقيها الجيش. الجيش من قديم الازل وحتى الان مهامه هي هي، مهامه اللي هي حمايه البلاد والدفاع عنها والدفاع عن وحدتها واستقرارها. يبقى مهام الجيش حمايه البلاد والدفاع عنها، حفظ وحدتها وامنها واستقرارها. هنتكلم يا اولاد ان الجيش ده كان ليه دور كبير جدا 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 في مصر القديمه. من اهم المواقف اللي احنا درسناها وكانت باينه جدا دور الجيش، دور الجيش في عهد الملك احمص، وازاي كان ليه دور كبير جدا في ان هو يطرد الهكسوس من مصر. كمان الجيش كان ليه دور كبير جدا في عهد الملك تحتمس الثالث، ان هو ساعده ان هو يكون اكبر امبراطوريه واقدم امبراطوريه في التاريخ. كمان كان ليه وضوح كبير جدا في ايام الملك رمسيس الثاني في حروبه ضد الحيثيين. وكان المصريين القدماء بيستخدموا بعض الاسلحه زي ما موجود عندنا في الصوره دي، بعض السيوف وبعض السهام وفأس. وبكده يا اولاد نكون خلصنا درسنا النهارده. درسنا النهارده سهل وبسيط، نذاكره كويس، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد ودرسنا الجاي بعنوان الحياه الدينيه في مصر القديمه.